أستضيف أيضا الدكتور بلال الشبكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، ينضم إلي من هناك عبر سكايب. أهلا بك دكتور. يعني هذا التصعيد الذي نشاهده بشكل يومي في الضفة الغربية في مناطق مختلفة، وآخر ربما فصوله ما رصدناه منذ قليل مع مراسلتنا من رام الله في منطقة مخيم بلاطة، ما الرسائل التي تريد السلطات الإسرائيلية إرسالها عبر هذا التصعيد الذي قد يهدد بفتح جبهة جديدة عليها؟ صباح الخير. فيما يتعلق أهلا بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآن، حقيقة هي تبعث برسائل إلى أكثر من جهة، وبالتالي إذا ما أردنا أن نتحدث عن الرسائل الأولى الموجهة للداخل الإسرائيلي، بمعنى أن بنيامين نتنياهو الآن يعاني من حالة عدم رضا من قبل اليمين المتطرف، وتحديدا من شخصيات في الحكومة الإسرائيلية مثل سموتريتش وبن غفير، يعني الذين باتوا يختلفون معه بشكل واضح فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وبالتالي يحاول الآن استرضاء يعني منذ بدء الحرب فيما يجري بالضفة الغربية، وخاصة بعد عدم مشاركتهم في مجلس الحرب. الرسالة الثانية هي رسالة للمجتمع الفلسطيني بأنه إسرائيل مستعدة لاستخدام ذات الأسلوب الذي تستخدمه مع قطاع غزة فيما يتعلق بكثافة النيران، فيما يتعلق بعمليات القصف الجوي سواء من مسيرات أو من غيرها، بالإضافة إلى ذلك مسألة العقاب الجماعي للفلسطينيين، لأنه ما يجري منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة عمليات شبيهة بما يجري في قطاع غزة من حيث تجريف البنية التحتية واستهداف المدنيين واقتحام المستشفيات وما إلى ذلك من تكثيف ألم الناس. والرسالة هنا إلى أن الحاضنة الجماهيرية لأي بؤر نضالية فلسطينية أيا كانت هذه البؤر وأيا كان الفصيل التابع له هذه البؤر النضالية سيتم ليس فقط استهدافه وإنما استهداف المحيط، وبالتالي تهدف إسرائيل. وبالمناسبة هذا الهدف ليس بالجديد، بمعنى أنه مورس من قبل إسرائيل على مدار عقود، تهدف إلى انفضاض الشارع الفلسطيني من حول المقاومة الفلسطينية وأن يصبح المجتمع الفلسطيني هو المجتمع الساعي إلى حالة الاستقرار، بمعنى حالة هدوء لا يتم فيها مناوئة سياسات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا تحاول إسرائيل في مثل هذه الحالة إلى استثمار المظلة الدولية التي تحظى بها. صحيح أن هذه المظلة بدأت تتآكل في الآونة الأخيرة لصالح الفلسطينيين، وإن ما زالت تحظى بها حتى هذه اللحظة إسرائيل، لأنه هذه الحالة الدولية الآن والإقليمية التي تعطي إسرائيل ضوء أخضر ليجري يعني عمليات واسعة النطاق في قطاع غزة لن تلتفت إلى ما يجري في الضفة الغربية حقيقة، وإن كان هناك اتصالات من قبل الإدارة الأمريكية تريد الحفاظ على الوضع القائم. أيضا تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مثل هذه السياسة أن تخلق نماذج حتى داخل الضفة الغربية، بمعنى المناطق التي تحظى باستقرار تلك المناطق التي لا يخرج منها يعني أي أعمال نضالية. ودعنا نشير هنا إلى أن المناطق التي يتم استهدافها الآن سواء في نابلس أو في جنين أو في طول كرم أو في أريحة هي ذات المناطق التي تم استهدافها قبل 7 أكتوبر، ولذلك ليس بالأمر الجديد إنما في آلية التعامل استثمار اللحظة الدولية الراهنة واستثمار الانشغال أيضا الإعلامي. صحيح أن وسائل الإعلام باتت تهتم الآن بما يجري في الضفة الغربية من بينها هذه الشاشة، لكن نحن نتحدث عن أن الصورة في قطاع غزة بحكم آلام الناس هناك أنها أكبر وتضحيات الناس هناك يعني لا يمكن يعني تجاهلها، تبدو إسرائيل تحاول يعني أن تعمل على قدم وساق من أجل هذه المسألة. وملاحظتك دقيقة جدا حين أشرت إلى انقلاب السحر، يعني أنت لم تشر إليها بهذه الحرفية، لكن هناك انقلاب السحر على الساحر في الضفة الغربية، بمعنى أنه في الوقت الذي لم ترد فيه إسرائيل أن تثير جبهة الضفة الغربية من خلال سياسات القمع التي تقوم فيها في المخيمات الفلسطينية ومن خلال حالة الإغلاق المستمرة وتقطيع أوصال الضفة الغربية، هذه الأمور يبدو أنها بدأت ترتد على إسرائيل. وبعد يعني أقل من شهر ونصف على بدء العمليات في قطاع غزة وأثرها النفسي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، يبدو أن هذا الأثر النفسي انتقل إلى مرحلة أخرى أن يولد ردات فعل، وما شهدناه مثلا في العمليات التي جرت خلال هذا الأسبوع سواء العملية الأخيرة في النفق أو إطلاق النار في بعض المناطق في الخليل، بالإضافة إلى العملية السابقة في شمال الضفة الغربية، هذا يشير إلى أن السياسات الإسرائيلية بدأت تفشل، وهذا أيضا يلقي بظلاله على التصورات الإسرائيلية المستقبلية لقطاع غزة، لأنه دائما ما كان يتم الحديث عن إمكانية استنساخ تجربة الضفة الغربية و
يعني تبنيها في قطاع غزة. ما يجري الآن هو دليل فشل في الضفة الغربية بأن السياسات التي مورست على مدار يعني أكثر من 16 عاما في الضفة الغربية لم تؤتي أكلها، وها هم الإسرائيليون يعني يجنون ثمار هذا الأمر بأنه الحياة في الضفة الغربية ليست حياة يعني طيب طبيعية، صحيح ولا صحيح، يمكن يعني أن تستمر حياة بالتأكيد الإسرائيليين دكتور، طبيعية. يعني هذا أيضا، يعني قبل أن أنتقل إلى سؤالي التالي، أنوه أيضا بهذا الخبر الذي ورد للتو نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يقول بأنه يتعامل مع إصابتين على الأقل نتيجة الاستهداف والقصف الذي تعرض له مخيم بلاطة في الضفة الغربية. أيضا يعني دكتور، بالإضافة إلى العمليات العسكرية، تبرز هنا يعني الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، يعني يحولون حياتهم اليومية إلى جحيم كما شاهدنا في كثير من الفيديوهات التي تنتشر يعني بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي. لأي درجة يعني تدرك إسرائيل أن هذا التحشيد، تحشيد اليمين المتطرف تجاه المدنيين الفلسطينيين، من شأنه ربما أن يتحول إلى أداة استفزاز قد تفجر الشارع الفلسطيني ضد إسرائيل من الداخل؟ ألا تدرك إسرائيل هذا الأمر؟ نعم، يدركوا جيدا هذا الامر، لكن هناك انقسام في الاوساط الاسرائيليه، في اوساط النخبه الاسرائيليه، في انه هل هذا الامر يعني يجب وقفه لانه يضر بمصالح اسرائيل ويضر ايضا بتحالفات اسرائيل على المستوى الاقليمي والدولي، ام يجب الاستمرار فيه؟ يعني نحن لا نتحدث عن جبهه واحده اسرائيليه، ولا نتحدث عن حكومه اسرائيليه على قلب رجل واحد تتحدث بلسان واحد، نحن نتحدث عن رؤيه يمينيه الان مستشريه في المجتمع الاسرائيلي، وبالمناسبه هذه الرؤيه يعني تلقى رواجا في أوساط واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ترى أنه من الضروري الآن تنظيم المستوطنين في مجموعات مسلحة، وهذا يعود بهم إلى المراحل الأولى التأسيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. عملية التنظيم هذه يرونها جزء أساسي من خطة حسم الصراع، بمعنى أنه اليمين المتطرف لا يتعامل مع أعمال المستوطنين الآن على أنها أعمال قد تؤجج الضفة الغربية، وبالتالي هناك ضرورة ل يعني إجراء سياسات مغايرة من أجل استقرار الضفة الغربية. هم يريدون اشتعال الضفة الغربية ويريدون ممارسة ما يتم ممارسته الآن في قطاع غزة أيضا في الضفة الغربية، والهدف هو أنهم يعتقدون أن هذه هي المرحلة التي يمكن فيها الانتقال من إدارة الصراع مع الفلسطينيين الذي استمر على مدار أكثر من 7 عقود إلى مرحلة حسم هذا الصراع لصالح تقليص الوجود الديمغرافي الفلسطيني في أضيق بقعة جغرافية ممكنة، وفي ظل حالة صمت دولي، لأنه حتى هذه اللحظة لم تتطور حتى المواقف الدولية تلك التي ترفض السياسات الإسرائيلية، لم تترجم على أرض الواقع على شكل سياسات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي. أما تلك الجماعات في إسرائيل التي لديها رؤية مغايرة، وهي بالمناسبة المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية من بين الجماعات التي تمتلك رؤية مغايرة لكيفية التعامل مع الضفة الغربية، هناك توصيات مثلا من الشباك بضرورة أن يكون هناك تدفق مالي في الضفة الغربية، سواء من خلال تحويل أموال المقاصة أو من خلال إيجاد حل لمشكلة العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل في الداخل المحتل، لأنهم يرون أن المكسب الحقيقي في الضفة الغربية هو بقاء الحال على ما هو عليه، وأنه الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع المجتمع الفلسطيني بشكل كامل هو خطر حقيقي يعني يخالف الرؤية التي تقدم من قبل اليمين المتطرف. وخذ يعني الكثير من المؤشرات الآن في الضفة الغربية التي تشير إلى أنه الشباك والمؤسسة العسكرية لديهم هذه الرؤية ويعملوا من أجلها، وهي عملية اعتقال مئات الفلسطينيين. نحن نتحدث الآن عن ما يقرب حوالي 3000 معتقل منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، وجل أولئك المعتقلين ليسوا من المنتمين لتنظيمات عسكرية، معظمهم من أولئك الذين تظن إسرائيل أنهم قادرون الآن على تحريك الشارع الفلسطيني، وهم على يعني دراية تامة بأن المعضلة الحقيقية التي يمكن أن تتشكل في الضفة الغربية ليست
فقط البؤر العسكرية التي بدأت تتنامى في آخر عامين في شمال الضفة الغربية، وإنما تحريك الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية لينقلب بشكل كامل على البنية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تم تدشينها على مدار أكثر من عقد ونصف من الزمان في الضفة الغربية. هذه هي الخسارة التي يتخوف منها الكثير من الإسرائيليين، لكن هذه الأطراف الإسرائيلية أطراف نخبوية من الوسط واليسار بالإضافة إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.